يا شيخ، لو هناك شخص يريد ان يتقدم لفتاه تعمل في صيدليه، هل الافضل يتقدم لها ولا يتقدم لواحده ملتزمه افضل؟ هي يعني تعمل في صيدليه محترمه ولا يعني؟ لا منتقبه، نعم، لاهل القران. وانت هتشغلها بعد كده ولا هتسيبها تشتغل في صيدليه ولا هتجلسها لا شويه؟ لا، ممنوع الشغل عندنا يا شيخ. طيب قل لها انا عايز اخطبك، بس اريد ان تقري في البيت، لان الله قال لازواج النبي وقرن في بيوتكن. يعني مش ممنوع الواحد يتقدم لبنتي ما احنا يعني تعمل، مش نتقدم خلاص، يمكن الأولى تكون، يعني. يمكن تكون فقيره وبتشتغل في الصيدليه تساعد والديها، لها اي عذر يعني. فانت قلت لها انا كلم والدها، انا اريد ان اتزوج بنتكم على خلق كريم والحمد لله. انت في ساعه ولا فقير؟ يعني في ساعة الحمد لله. قل لها، قل كلم والدها، قل يا والد انا في ساعه والحمد لله، ولكن احب ان تستقر زوجتي في بيتها، لان الله اختار لازواج النبي وقرن في بيوتكن.